تتكلمي معايا بعد بعض الانفصال او التعليقات اللي الوفاة. جالنا على الواتساب، ارجوكوا اهدوا شويه هنا في التعليقات. مئات التعليقات اللي داخله معانا دلوقتي. في حد بيقول مع طبعا ثقافه البلد ان الست ملهاش ذمه ماليه سواء عامله او لا، ممكن تكون وارثه وتساعد جوزها ويعمل شغل بالفلوس دي ويتجوز عليها وبكده تجبر على الحياه لحمايه نفسها، وممكن ما يكونش عندها اولاد فتتربي في الشارع ومفيش مورد تعيش منه. السلام عليكم، ارحب بسيادتك، اوافق وبشده على جزء من ثروه جوزها حال الانفصال. مع اعطاء الزوج نصف ما تملكه الزوجه وهي ما زالت على زمان. احنا بنطالب بالمساواه بقى بين الرجل والمراه. والله لو الفتوى فيها كده، ما احنا بنطالب بقى يا استاذ محمد، الفتوى مش للزوجه بس. يا استاذ محمد، للزوجه والجميع افراد الاسره اللي بتشارك. استاذ محمد اتفضل. حضرتك مركزه مع الستات، وانا لسه هاجي لك بقى ان الفتوى اساسها ايه؟ اي انه ياخد كمان هو نص ثروتها اذا كان شارك. مش اذا كان شارك، ما هو لو في شراكه من الاول فده شيء مكتوب، وهو عمال يصرف بقى له 20 سنه بالزبط. وهي ثروتها بتزيد وهو ثروته بتنقص عشان بيصرف. حضرتك يا فندم الاصل، طب ما هو الحق الزوج ينفق مش الزوجه. يا فندم، ما هو ده الاصل، يبقى انت ثروتها تجيب براحتها. انا مع حضرتك، ثانيه واحده بقى اكمل لك. بص انا مش عايز اعلق ليه، لان انا استطيع ان اناقش، بس انا هناقش تشريعيا بقوه، انما الان انا بشوف المناقشه المجتمعيه. انا كمجتمع اقول لحضرتك انا ما عنديش اي مشكله ان الست اللي تساعده واللي بالزبط. تبني معاه بالزبط. واللي تشتغل علشان تديله الفلوس مش تشتغل لنفسها. هو ده اللي انا بقول عليه، يبقى ليها نفس الارباح والثروه. بس ادي حضرتك كويس، خدي بقى الجايه. يبقى الواحد ما يتجوزش احسن. لا احنا مين في الشباب النهارده معاه حق شقه هامليك ولا جاهزه كهربائيه او تمن العفش، ده غير الدخل الشهري. خلي كل بنت عند امها وخلي السبب في كل ده. ده حقيقه بيؤدي الى العنوسه وبيؤدي الى الزواج. يعملوا برطمان مخلي. وبعدين تعليق اخر، كفايه تفكيك في الاسر. تعليق رابع او خامس، محاميه محترمه بيتكلم على حضرتك، يعني اؤيد حصول المراه المطلقه على جزء من ثروه طالقها في حال اتمام الطلاق الناتج عنه اولاد، بشرط واحد، ان تكون الزوجه قد شاركت زوجها في هذه الثروه. ولدي سؤال، اذا كان سبب الطلاق المراه لسبب او لاخر، فهل تستحق المراه التي تسببت في هدم البيت جزء من الثروة، خاصة أنه سيكون هناك نفقات سينفقها على الأولاد بعد الطلاق مباشرة، عملا بالشرع والقانون؟ جاوبيني على السؤال. بالنسبة لإيه؟ إذا كانت المرأة هي مين اللي يحدد؟ مين اللي يحدد إذا كانت هي السبب؟ بعد إذن حضرتك أستاذ محمد. راحت مش السبب، أنا بتكلم، أنا بتكلم على من الذي طلب الطلاق. لا، هو حضرتك الطلاق في ايد الرجل، طالما هو اللي طلق أصبح طلاق. المحكمة إذا هي خلعت يبقى هي اللي طلبت الطلاق. حلو، تمام. اذا هي راحت خلعت، هو بقى هل يحق ان هي تاخد نص ثروته؟ كون ان انت محمد تقدر تفصل مين السبب في الطلاق ده، مين اللي هيفصل؟ القضاء. كل واحد بيطلع نفسه ان هو بريء والاخر هو اللي ظالم. بس يا استاذ محمد، انا بعد اذن حضرتك، ما هو بمعنى ايه هي السبب في الطلاق؟ وصليني للمرحله ان احنا، بصي، ما هو انت كده لن يستطيع احد، مش هيقدر بني ادم ان يعدل الميزان. خلينا نكون واقعيين. أنا بسأل حضرتك سؤال وجهوه الناس أهو، مش أنا. بيسأل حضرتك، لو المرأة هي السبب، هل يحق ليها وراحت تطلب الخلع، والراجل راح قال أنا مش عايز أطلق الست دي وعايز أحافظ على أسرتي؟ لا، في حالة الخلع لا تستحق. لا تستحق. طبعًا. مش من حقها. إيه اللي بيحصل؟ حالة الطلاق للضرر. يا دكتورة منى، ده لو الزوج نام وادى ظهره لزوجته بتروح ترفع طلاق للضرر للهجر، في حالة إن الزوج بص لها بقرف بتروح ترفع طلاق للسب والقصف. في حالة، بصي، الرول كله مختلعين. بص حضرتك، هقول لك بقى على حاجة الأكبر كمان يا أستاذ محمد، إن الزوج بيبقى مختلع ومراته عايشة معاه مدة وهو مش عارف إن هو مختلع، وفجأة بتفاجئه إن أنت أنا خلعك بقالي سنة. هو حضرتك إحنا بنتكلم على المرأة التي يغدر بها بالطلاق، بمعنى ان هي قاعده في بيتها ومع اولادها وتمها الغدر بها. خلينا نكون واقعيين مع حضرتك. تمام، اتفضل. انا ما بتكلمش على المختلعه، في حاله المراه المطلقه، مش ليها. ده اللي انا بتكلم عليه. استاذه ايه، بعد اذنك، اتفضل يا استاذ محمد. انا ممكن ما اوافقش على كلام كتير جدا قالته الدكتوره منى، ولكن خلينا نكون واقعيين. زي ما انا باجي لها هنا واكون واقعي، ايضا هاجي لك هنا على المفتري. تمام. ما هو في رجاله مفتريه. هو ده اللي احنا بنتكلم عنهم. يا فندم بعد اذنك، وانت مش ملحقين نتكلم احنا والله، ما تسيبينا نتكلم. في رجاله مفتريه مع حضرتك. كويس. وفي راجل يدفع المراه ان هي تقول جاي وحق برقبتي. تمام. مش كده؟
وتروح وتطلب الخلع وتتنازل وتعمل كل حاجة. تمام. فين حق الست دي بقى؟ القانون بقى واقف مع الست المصرية بنسبة 99%. فدلوقتي ما بقاش في حاجة اسمها طلاق، في حاجة اسمها ما بقاش في حاجة اسمها دلوقتي يا مختلعين يا طلاق للضرر. أنا دلوقتي ربنا شرع لها حقوقها اللي هي كنفقة مأكل ومسكن وملبس ودواء. يبقى انا ليه ولادها مش ليها؟ لا ليها والاولاد. لا هي ليها اجر حاضنه. طيب هي دلوقتي اول حاجه خدتها منه شقته ونفقه، والنفقه كلها الاولاد. طيب.